خفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل شريف من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا أمين من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين عجيب هو الله في قديسيه إله إسرائيل يعطي قوة وعزا لشعبه والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور هللويا بين شويسو بنوتي وبين سوتيري سوس بخريستوس بشيري امفنوتي تنقائني ولكن أقول لكم يا أصدقائي لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيئا أكثر بل أعلمكم ممن تخافون خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم نعم أقول من هذا خافوا أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها لا ينسى قدام الله بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصى فلا تخافوا إذن أنتم أفضل من عصافير كثيرة وأقول لكم إن كل من يعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا قدام ملائكة الله ومن أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام ملائكة الله وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له وأما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تجيبون أو بما تقولون لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه والمجد لله دائما بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين زي ما سمعنا السنكسار النهاردة والقراءات كلها بتدور حول موضوع واحد إن العالم في ضيق وفي مرارة وفي ألم ولكن كل هذه الأمور ليست لها قيمة أمام الأمجاد الموضوع لأولاد الله والفرح والتهليل في استشهاد أي حد ربما البعض ينظر إلى الشهداء أنهم في ضعف وأنهم خسروا حياتهم على الأرض وأنهم من أجل المسيح قدموا حياتهم لكن أولاد الله يتطلعوا إلى ما أعده الله لأولاده يقول زي ما سمعنا في الإنجيل عجيب هو الله في قديسي ممكن الإنسان يكون في ضعف وممكن في أنين وممكن يكون في متاعب كثيرة ولكن لما عينينا بترتفع إلى السماء ونرى الأمجاد المعدة للمؤمنين نقول العبارة اللي يقولها هنا المرتل يعطي قوة وعزا لشعبه الصديقون يفرحون أمام الله ويتنعمون بالسرور
مع كل الآلام الموجودة في هذا العالم، لكن إن صار الله أعماقه في الداخل متهللة وفرحانة، الصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بسرور. لما الإنسان يتضايق ويئن وينزل عينيه من السماء يبص لآلام العالم يخسر، لكن اللي في وسط آلام هذه الحياة يرفع عينيه لفوق ويشوف زي ما قال السيد المسيح لتلاميذه: أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، ومتى أعددت لكم مكانا آتي وأخذكم إلي. ولذلك أحبائي، إن كان في العالم في أنين، لكن في القلب في فرح وفي تهليل. وزي ما قال القديس أرسانيوس وهو بيموت، بيقول: من أجل هذه الساعة أنا عشت. يعني كل ما كان يشغله إمتى أسيب العالم وانطلق. احنا احيانا، امبارح كان بيكلمني احد الاباء الكهنة، معروف طبعا انه كان في الكنيسة اليومين اللي فاتوا، ابونا بشوي كاهن كنيسة الكنيسة في هي مع جنب دبي ابو ظبي، بيقول لي كانت في جنازة مهمة قوي، وبعدين وقف ونبه قال لهم: احنا دي مش جنازة، ده انسان الله ورايح منطلق عند ربنا، والملائكة فرحانة ومتهللة وبتظهر بثياب بيضاء، والمسيح نفسه في ظهورات كثيرة يظهر بثياب بيضاء. فبيقول نفسنا الجنازة على قد ما نقدر نلبس، سيبوكم من اللبس الأسود، نلبس اللبس الأبيض. فقال لي: فوجات في الجنازة نسبة السيدات اللي لابسين أبيض حاجة خيالية، يعني أكثر بكثير من اللي جوا لابسين أسود. فقال لي فرحت، وحسينا كلنا إن احنا ما كناش في جنازة، كنا في فرح. لقاءنا مع ربنا مهما كانت الظروف، إن كان في أتعاب، أمراض، ضيقات، ظلم، من زي ما بيشتكي أغلب الناس في كل بلد في العالم، ما تفرقش. إنما عينينا تدخل لجوه أعماق القلب، ويشعر الإنسان إن القلب ده سماء ثانية، وإن الله ساكن في داخل قلوبنا، ولا ينقصنا شيء، لأن العالم ما يقدرش يشبع أي بني آدم. ونفرح دقيقة ولا اتنين ولا يوم ولا يومين، ما نضمنش يعمل ايه. فاحنا لسنا أولاد هذا العالم، احنا أولاد السماء، وعينينا دايما تتطلع إلى الأبدية. ونسمع الكلمتين الحلوين اللي سمعناهم دلوقتي عن الصديقون: يفرحون ويتهللون أمام الرب أو أمام الله ويتنعمون بسرور. كم واحد فينا في وسط آلامه يبقى فرحان ومتهلل؟ ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة نكمل أيامنا بفرح وبسرور. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.